السلام عليكم، كي راكم خواتاتي؟ لاباس؟ نعمة والحمد لله. اليوم خواتاتي غادي ندير الزيتون، يوم الثاني لشهر رمضان، راني نغلي فيه. وهذه كفتة تاع البوراك تاع الدجاج، درت لها البصلة ودرت لها العطور تاعها وقليتها، ودوك ندير البوراك تاعي. ندير شوربة فريك، هاولا فريك نفختها، درت لها شوية راس الحانوت، شوية ثوم. هاولا اللحم تاع الدناد اللي نقيناه مع بعض خواتاتي وصورتها لكم باش نوريه لكم، ولا لا غالب مسح لي الفيديو. هاولا نقلي فيه، وزدت له البصل قليته هو مليح، بعد زدت له البصل. وغادي نزيد له زروديه رابيتها في لاغابوز رقيقه، على خاطر عندي الزيتون مربل بزاف ما نجبش كاع كي ندير. نقيسو داك الزيتون خواتاتي، حرام عليا، درت له تدبيره هو زروديه رابيتها مليح، وزدت لهم العطور تاعهم سكنجبير فلفله حمراء والكركم وقليتهم مليح. ومن بعد دوك نزيد لهم طوماطيس الحب، نسيته باش نديره معاهم في القليه، طوماطيس حب طحنته في المشوار ومن بعد نزيده عليه. والملح ما تكثروش على خاطر الزيتون مالح. درت الزيتون وزدت الطوماطيس. على وجدت شغل بافريك، انا الفريك نقليه مع الخضره في الاول. يجي نهار اللي ندير لكم الوصفه تاع شوربه فريك ان شاء الله اللي كتب ربي. هاولا الطبق الزيتون اللي قلت لكم عليه خواتاتي اللي درناه مع بعض، اللي درت له زروديه رابيته باش يجيني شويه حلو، على خاطر الزيتون كيما قلت لكم خواتاتي مر. انا اليوم الثاني خواتاتي داك الروتين الاول جاني قصير، قلت نزيد اليوم الثاني هذاك الفرماج تاع البيدو اللي نخدم به، والكفته تاع الدجاج اللي درتها تاع البارح درتها في بواطه درتها في الثلاجه. هذا الديول اللي نخدم به ثاني، فيه الاعشاب شباب يعجبني. وين وجدت في البوراك تاعي؟ هذا يوم الثاني كيما قلت لكم خواتاتي، غادي نوجدوا الشامبينيون مع السكالوب بصلصه البيضاء. درت لهم سكنجبير والقرفه شويه وملح، وقليتهم مع الدهان، ودرت لهم ثاني لا موطارد. الشامبينيون اللي قلاه ينتقلا مليح، وخاصة مع الدهان ينقلا باش يجي بنين ويجي طايب. غطيتهم ودرتهم على نار هادية. وخواتاتي نسيت باش نقول لكم على الملح، ما تكثروش الملح على خاطر غادي نديرهم فرماج. هوني خواتاتي درت لكم روتين خفيف، راكم عارفين كنت غايبة على داري، كنت غير نقي فيها. هذه هي، راني نقلي فيهم على نار هادية. سمحوا لي خواتاتي على لافابور، نعاود لكم. وزدت لها شويه محامي، اي شويه متكثريلاش باسكو لي زيسكالوب ديجا ينطلقوا الماء، يطلقوا وحدهم. غادي نزيد لها شويه فرماج، وبالنسبه للماء اللي يبغي يزيد الماء ولا يزيد شويه حليب، تبغوا ديروا فرماج، تبغوا ديروا لا كريم فريش، تبغوا ديروا ياغورت ناتور. هاي الوصفه كملناها مع بعض، وصحه فطوركم وتفطروا بالصحة، وصحة رمضانكم. إلى الملتقى إن شاء الله، مع السلامة.